سوف نشرح اليوم إن شاء الله عن العلم والإبداع في الوحدة 16، صفحة 96. فأهلا وسهلا بكم. سوف نتحدث بداية عن الإبداعات العلمية. قدم العلم الحديث إسهامات جليلة في خدمة البشرية وتسهيل حياة الناس، مثل أنظمة الأمن والحماية الحديثة واستخدام الرجل الآلي في مجالات حياتية متعددة، ويقدم أفكارا رائدة مما يمكن تحقيقه في المستقبل بناء على الدراسات والتجارب الفريدة. تعالوا معي يا أبنائي. سوف نشرح الفقرات ونستخرج المعاني ونشرحها. فأهلا وسهلا بكم يا أبنائي. في الفقرة الأولى، في كل يوم يأتينا العلماء بما هو جديد بفضل التقدم العلمي الهائل والتطور الكبير في مجال التكنولوجيا، ولا سيما في العقدين الأخيرين. التكنولوجيا هي الاستخدام الأمثل للمعرفة العلمية وتطبيقاتها لخدمة الإنسان، بينما العقدين مفردها عقد، وهي المدة الزمنية ومقدارها 10 سنوات، بينما الفكرة الرئيسية التقدم العلمي الهائل في العقدين الأخيرين. فمن أبرز مظاهر التطور التقني في مجال حفظ البيانات وتدقيقها الانتقال من الوسائط التقليدية مثل التوقيع وبصمة الإصبع إلى ما يعرف الآن ببصمة قزحية العين، التي تعد واحدة من أهم إجراءات الأمن والحماية في كثير من الشركات والمؤسسات والمطارات. فيقف الشخص أمام جهاز إلكتروني يحتفظ في ذاكرته ببصمة العين الخاصة بذلك الشخص، وتميزه من باقي الأشخاص، وتبقى هذه البصمة محفوظة في الجهاز مهما طالت مدة الانقطاع عن استعماله، فلا يستجيب الجهاز إلا إذا طابقت بصمة قزحية العين البصمة المحفوظة فيه. وقد تطور الأمر إلى أن أصبح نمط توزيع الأوردة الدموية في كف يد الإنسان بمنزلة بصمة خاصة لدفع الفاتورة مباشرة من الحساب البنكي بطريقة آمنة وسريعة وسهلة، وذلك بمجرد المسح على جهاز يخزن ذلك النمط، فلا حاجة للمشتري لأن يخرج محفظته وأمواله أو بطاقته الائتمانية. وهنا قزحية العين هي قرص ملون يتحكم بكمية الإضاءة الداخلة إلى العين، بينما نمط توزيع الأوردة الدموية هي طريقة توزيع الأوردة في راحة الكف، وهي تختلف من شخص إلى آخر. وهنا الفكرة الرئيسية أن بصمة العين من أبرز مظاهر التطور التقني وكيفية عملها، وكذلك نمط توزيع الأوردة في كف الإنسان بمنزلة البصمة الخاصة. أما بالفكرة الثالثة، وفي مجال آخر، أصبح باستطاعة المرء شراء رجل آلي، روبوت، أو استئجاره وبرمجته لتنظيف الأرض، أو التأكد من سلامة المنزل من تسريب الغاز مثلاً. والغريب أن العلماء يفكرون في تأهيل هذا الرجل ليصبح قادراً على تركيب نفسه في دقائق والانتقال من مكان إلى آخر من غير أي تدخل بشري، والوصول إلى أماكن لا يستطيع البشر الوصول إليها بسهولة ويسر، ولا سيما في أبحاث الفضاء. وتتواصل جهود العلماء حالياً كي يصبح هذا الرجل الآلي متاحاً للجميع. انظروا يا أبنائي إلى هذه الصور، كيف أصبح الرجل الآلي مهم جداً في حياتنا، حتى أنه أصبح قادر
على صنع أعمال بكل سهولة، وقد تطور إلى الشعور والإحساس ومعرفة التفكير. برمجة تعني وضع الإجراءات والخطوات الواجب اتخاذها لتحقيق أهداف محددة. أما تأهيل تعني تطوير، متاح تعني مسموح به أو ممكن. هنا الفكرة الرئيسية أن الرجل الآلي والمهام الرجل الآلي ودوره ومهامه التي يقوم بها، بينما هنا في الفكرة الرابعة، وهل فكرنا بأننا لسنا في حاجة إلى استنشاق الأكسجين، تبدو الفكرة وكأنها من وحي الخيال، بيد أن بعض العلماء نجحوا في التوصل إلى حقنة تمد مجرى الدم مباشرة بغاز الأكسجين، فتحتوي الحقنة على جزيئات دقيقة تتكون من هذا الغاز، وطبقة واحدة من الدهون تصل إلى مجرى الدم مباشرة عن طريق الوريد، وقد تمت تجربتها بنجاح على الأرانب، مما جعل مستويات الأكسجين لديها قريبة من الوضع الطبيعي. فهل سيأتي اليوم الذي يستغني فيه الإطفائيون والغواصون مثلا عن اسطوانة الأكسجين؟ انظروا إلى الصورة أمامي، ماذا لو نفذ الأكسجين من اسطوانة الأكسجين التي يحملها الإطفائي أو الغواص؟ بيد أن تعني غير أو إلا، الفكرة الرئيسية هنا نجاح الأطباء في التوصل إلى حقنة تمد مجرى الدم بغاز الأكسجين مباشرة وفائدة هذا الأمر. وفي الفكرة الخامسة تقول، لا شك في أن عالم الغد سيكون أحياناً أقرب إلى الخيال، لكن بعض الخيال سيتحول إن آجلاً أو عاجلاً إلى حقيقة ملموسة. الفكرة الرئيسية هنا أن بعض الخيال اليوم سيتحول في الغد إلى حقيقة ملموسة إن شاء الله. ننتقل يا أبنائي إلى المعجم والدلالة. افتحوا الكتب صفحة 98. يقول السؤال، فرق في المعنى بين الكلمتين اللتين تحتهما خط فيما يأتي. ألف، تطورت التكنولوجيا في العقدين الأخيرين تطورا كبيرا، العقد مدة 10 سنوات من الزمن، بينما أشرف مدير الشركة على توقيع العقدين مع الموظفين الجديدين. العقد اتفاق بين طرفين يلتزم بمقتضى كل منهما تنفيذ ما اتفق عليه. أما في الجملة با، تمد الحقنة مجرى الدم بالأكسجين. تمد تعني تزود، أحسنتم. أما جملة يمد الشرطي يده مشيرا للسيارات بالحركة، يمد تعني يبسطها بقصد الإشارة والتوجيه بالحركة أو التوقف. السؤال الثالث، يطلب استخرج من الفقرة الأخيرة كلمتين متقابلتين في المعنى، ويقصد متقابلتين أي عكس بعضهما في المعنى، مثل الخيال، مثال الخيال والحقيقة، فالخيال عكسها الحقيقة واستخرجناها من الفكرة الأخيرة. أما في السؤال الرابع، ما معنى كلمة بيدة في السياق الآتي؟ تبدو الفكرة وكأنها من وحي الخيال، بيد أن بعض الأطباء نجحوا في التوصل إلى حقنة تمد مجرى الدم مباشرة بغاز الأكسجين، بيد أن تعني إلا أو غير. افتحوا الكتب يا أبنائي إلى أسئلة الفهم والاستيعاب، الصفحة
التاسعة والتسعين. في السؤال الأول، اذكر أهمية بصمة قزحية العين في مجال حفظ البيانات وتدقيقها كما ورد في النص. أحسنتم، هي واحدة من أهم إجراءات الأمن والحماية في كثير من الشركات والمؤسسات والمطارات التي لا تعتمد الطريق أو الطرق التقليدية في التوثيق. السؤال الثاني يقول، لخص كيف يعمل جهاز بصمة قزحية العين. أبدعتم، إذن يعمل جهاز بصمة قزحية العين باحتفاظه ببصمة العين الخاصة بالشخص وتميزها عن باقي الأشخاص، وتظل محفوظة مهما طالت مدة الانقطاع عن استعمال الجهاز. السؤال الخامس، كيف يمكن أن يستغني الإطفائيون والغواصون عن استخدام اسطوانات الأكسجين؟ نعم، أحسنتم، عن طريق حقنة تحتوي جزيئات دقيقة من غاز الأكسجين وطبقة واحدة من الدهون تصل إلى مجرى الدم مباشرة عن طريق الوريد. أما هنا، كيف استفاد العلماء من نمط توزيع الأوردة الدموية في كف يد الإنسان؟ نعم، استفاد العلماء من نمط توزيع الأوردة الدموية في كف يد الإنسان باعتبار هذا النمط بصمة خاصة لدفع الفاتورة مباشرة من الحساب البنكي دون الحاجة إلى إخراج المحفظة أو الأموال أو البطاقات الائتمانية. أصبح الرجل الآلي الروبوت حقيقة ماثلة في عالم اليوم. اذكر اثنتين من الخدمات التي يقدمها الروبوت مما جاء في النص. فقد حدد، إذن جاء بالنص تنظيف الأرض، التأكد من سلامة المنزل من تسريب الغاز. وقد ورد كثير من الخدمات التي يقدمها الروبوت، وهذه بعض منها. كيف يفكر العلماء في تطوير الروبوت والاستفادة منه؟ نعم، بتأهيل الروبوت ليصبح قادراً على تركيب نفسه في دقائق والانتقال من مكان إلى آخر من دون أي تدخل بشري. حدد من النص العبارة التي توافق في معناها الجملة الآتية، أحلام اليوم حقائق الغد، بعض الخيال سيتحول إن آجلا أو عاجلا إلى حقيقة ملموسة. أحسنتم، نشكر لكم حسن استماعكم. كان معكم معلمة اللغة العربية هيا المريطة. دمتم في رعاية الله، آمنين.